أبيها. ترفض لك أعمال؟ هواية رفضت لي هواية. واحدة منهن؟ يعني مثلا لا تقول إنك مسافر. الله. أكو عمل، عمل لشاعر كبير، شاعر سعودي أيضا. أكو هواية أعمال رفضت. خلي أسمع شوي. لا تقول إنك مسافر. حاضر إن شاء الله. العود يسعفني. العود ما مدوزن صح يعني، أوتارة قديمة لأن مو عودي. هذه الأغنية اللي رفضتها أصيل. رفضتها طبعا. لا تقول إنك مسافر وتلملم ثيابك، أنت جنبي وقلبي يرجف من سيرة غيابك. جاي ترحل في سكوت، تدري بغيابك أموت. موتي في لحظة وداعك أحسب حسابك. أنت عمري، أنت يا كل المشاعر، وأنت لي روحي. في غيابك إيش أسوي، أنت حاضر تنزف جروحي. أنت بعدك ما مشيت وأنا والله انتهيت. موتي في لحظة وداعك أحسب حسابك. ما عجبته. مستحيل. آسف ما داخلني صح. يعني أنا أوجه له رسالة الأصيل، يعني معقولة هذه الأغنية اللي بيها كم من المشاعر والكلام؟ أنا أقول لك، أنا علمتها ترفض، خليها جزء تتمرن براسي، رادة تتجرب.